ماما شو طبيخنا اليوم؟ يعني مش مميزة الريحة؟ مجدرة. شو بدي أطبخ يعني؟ هي مجدرة يا شوربة عدس. يا ربي والله حرام. يا ماما إحنا صايمين والله اشتهيت ناكل مثل هالناس. يعني شو بدي أسوي يا حبيبتي؟ هذا الحكي ما تحكي إلي، احكي لأبوكي. أبوي؟ احكي مع أبوي بأي إشي بس ما تجيبي له سيرة المصاري. يا سلام مجدرة مجدرة أكل الصعبة يا مجدرة. ترنم ترنم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اللي باسطك؟ من هالعيش الحلوة. وين أمك؟ أمك عم تطبخ. شو عم تطبخ؟ يا سلام يا حبيبي لو تعرف أمك شو طابخة اليوم. طابخة أكلة غير شكل، رح تاكل أصابعك وراها. بدي أفوت أشوف شو طابخة. شو طبختنا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد بالأول بقول السلام عليكم بعدين بسأل شو طابخين. السلام عليكم. وعليكم السلام. رغد حكت لي انك طابخة شي بشهي. يا ريت نسلم من لسانها لرغد. يا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان اليوم جدر. انا يوم ما احسن اشي اروح عند دار جدي هناك الفطور الصح. الله يسامحك يا اسماعيل. الله يسامحك. يا ام ربيع استعجلي استعجلي بكاسه المي. الحمد لله رب العالمين. تفضل. يسلموا هالديات. وايديك. يا ابن الحلال الاولاد اكلوا وجهي. هدول صيام لازم يتغذوا واحنا يا مدبين يا بالمجدره يا بشوربه العدس. واذا غيرنا بنعمل رشوف. لا حول ولا قوه الا العدس هالايام اغلى من اللحمه. يعني هلا بدك تفهمني انه ما معك مصاري؟ طيب تقاعدك وراتبك الحالي وين بيروحوا؟ مش عارفة وين بيروحوا. ام ربيع هالعشرة الطويلة ومش عارفة وين بتروح المصاري. هذا هاتلي وهاي هاتلي وحضرتك هاتلي فاتورة الكهرباء وفاتورة المي. هدول مين بدفعهم؟ مش انا اللي بدفعهم. مش من راتبي بدفعهم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. رايحين عالصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عينا الثقافة شو قاعدة تعملي؟ عم بقرأ بكتاب عنوانه كيف تكون سعيدا رغم الظروف، وأنا بدي أتعلم كيف أكون سعيدة رغم بخل أبوك. كيف تكون سعيدة رغم الظروف؟ أحسن إشي أروح أغير وعيه وأروح عند أصحابي وأهرب من هاي الظروف. نيالك حدا مظلوم من البيت غيري. وكيلو رز هنا دينار وكيلو عدس دينار. شايطه شايطه الأسعار. الو مسا النور. موجوده موجوده. لحظه لحظه هلا بنادي لك اياها. رغد يابا. يا رغد. نعم بابا. في وحده صاحبتك بدها اياك يابا. بس يابا طول لي عمرك اختصري بالمكالمه. يابا المكالمه عليها مش علينا. ولو يابا عشان تتعودي. حاضر. اختصري قد ما بتقدري. حاضر. الله معك. الو اهلا شروق. لا 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 ولا يهمك هلا بنسخ لك اياه. هيك هيك انا فاضيه. طيب ماشي مع السلامه. يا ابو رغد
ما دامك فاضي اعملي لي كوبايه شاي بس بدون سكر يابا. اختصري. حاضر بابا. ماما ماما شو بدك تطبخ اليوم؟ ابوكي راح يجيب يا لحمه يا دجاج. يا رب يجيب دجاج، والله مشتهيته من زمان. يا رب دجاج ان شاء الله يحب. ها هي ابوكي وصل. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضلي يا ستي، هاي احلى وقيه لحمه، اطبخي عليها اللي بدك اياه. وقيه لحمه يا اسماعيل؟ بحالها. وشو بدك انا اطبخ لك عليها؟ اللي بدك اياه. ولا يهمك، شو رايك اطبخ لك منسف ولا مقلوبه؟ تتمسخري حضرتك. تمسخري تمسخري. اي والله حيالي فيكم. وحضرتك بتحلم انه جيب جاج. الله في عالي سما بيكره البخل. ابوك هذا بده يجلطني، بده يجلطني. يابا. يابا خير. يابا بدي مصاري، بدي اشتري قميص وبنطلون. ايش مال قميصك بنطلونك يابا؟ هي الحمد لله جداد. يابا ما انت عارف فيش عندي غير البلوزتين اللي قاعد اغير عليهم بلبسهم، واحدة منهم كحتت بطلت تنلبس اصلا. يا سيدي بديش بنطلون، بدي بس قميص، بدي اشتري قميص. قميص؟ حاضر يابا حاضر. تعال تعال. الله يخليهم اياك. يلا. خذ يا حبيبي، هاي احلى قميص. بتروح على الخياط جارنا. بتقول له يعمل لك القميص على قدك. انت قول له انا ابن اسماعيل وهو مش راح ياخد منك ولا تعريفه. خذ يا ابو حبيبي خذ. يا ابا يسلموا ايديك. وايديك عميل. انا ما بدي قميص وما بدي مصاري، بدي سلامتك بس يا ابا. خير يا حبيبي. ايه ماله ربيع كانه مش عاجبه. أحلى قميص أعطيته، ماله؟ ربيع، شو مالك؟ أنا لازم أدور على شغل. يعني بدك تترك الجامعة؟ أي جامعة يا بنت الحلال؟ أي إحنا لو المنحة الدراسية كان شفنا جامعة. بدي أدور على شغل عشان أصرف على حالي. طلبت قبل شوي من أبوكي مصاري عشان أشتري شكفة قميص وبنطلون. احزري شو أعمل؟ أكيد قال لك ما معي مصاري. عطاني قميص من قمصانه وقال بتروح عند الخياط بتخليه يكسر لك إياه ويصغر لك إياه وبتقول له أنا ابن إسماعيل فما بياخذ مصاري. يضحكي يضحكي ست رغد. من هون رايح ما راح أطلب منه قرش، أنا اللي راح أشتغل وأصرف على حالي. البخل أيها الإخوة هو ضد الكرم، وهو الإمساك عما يحسن السخاء فيه، وقد حذرنا الإسلام تحذيرا شديدا من البخل. اسمعوا لقوله تعالى في سورة محمد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولعل من أقبح أنواع البخل أيها الإخوة هو البخل بالفرائض المالية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين من زكاة وصدقات، خاصة بخل الأغنياء وميسوري الحال الذين لا مقارنة لهم أو لبخلهم وشحهم مع الفقراء وقليلي ذات اليد. أما الشح على العيال وعلى الأقارب وعلى الأهل والأصدقاء والأضياف فهو أكثر بشاعة وأكثر ذما، خاصة التقتير والتضييق في ضروريات الحياة من ملبس ومأكل، فهي أسوأ أنواع البخل. اسمعوا لقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه:
يقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب. يعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. يعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. رغد، بسم الله، خوفتني. لقيت شغل يتناسب مع اوقات دراسي بالجامعة وبراتب، يعني على الأقل بصرف حالي. عن جد بتحكي؟ وأنا كمان بدي أدور على شغل، والله نفسي بشغلات كتير. أي شيء بتحتاجي من الرايح بتقولي لي أنا، قال بنفسي أدور عشان. هذا شكله أبوكي، أوعي تجيبي له سيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أم ربيع، يا أم ربيع. خير؟ شو في؟ يا ظالمين، كهرباء بالنهار، الممر معتم حتى في النهار. بشويش علي يا عمي، بشويش علي، انا مش حمل فواتير كهرباء. اللي بسمعك بيقول مشغلين صبات ومراوح وستلايت ومكرات كمان. حلمك علي، حلمك علي. هاي امك زي الاذاعه، اذا فتحت بتسكرش. روقي روقي. ماما، هذا اسمه مايكرويف مش ماكروف. ماكروف ماكرواف ايش ما يكون. ايوه صحيح. لنا قوم انت الثاني. قال مايكروف، قال هو صحيح. شو المايكروف؟